والله يا جماعة أنا مش هضركم، أنا مش عارفة ليه لما بطلع أتكلم على حاجة حد بيقولها وأقول يا جماعة ده غلط ما تعملوش ده الناس بتزعل مني. أنتوا يا جماعة مش بتطلعوا من جيبكم فلوس وتدوهالي، أنا بحب أقول على الحاجة الغلط غلط، خدتوا بكلامي خدتوا على عيني وراسي، ما خدتوش أنتوا حرين. طيب أنا اتكلمت قبل كده كتير على زيت الورد وقلت مدار زيت الورد، مع إنه على التيك توك طالع تركيبات كتيرة جدا بتتكلم عايزة تفتحي المنطقة الحساسة، تفتحي القبط، استخدمي زيت الورد مع زيت اللوز المر. عايزة أقول إنه زيت الورد بيفتح، بس زيت الورد الأصلي، زيت الورد العطري اللي مستخلص أصلي. طيب أنا مش هتكلم على الدول الأخرى، أولا زيت الورد الأصلي مكلف جدا، عشان تجيبيه مكلف جدا وعايز له معدات مخصوصة وعايز له مصانع كبيرة مش موجودة عندنا احنا هنا في مصر على الأقل هتكلم، تمام؟ طب زيت الورد الأصلي بيتجاب منين؟ بيتجاب من دول برة وخصوصا الدول الأوروبية، ممكن بعض الدول العربية الله أعلم يكون عندهم القدرة والإمكانية ان هم يستخلصوا زيت الورد الأصلي، ولكن زيت الورد اللي عند كل العطارين ما هوش أصلي. زيت الورد اللي عند العطارين مضاف عليه مادة الفينول، وانا اتكلمت قبل كده على المادة دي وخطورتها، برغم ان المادة دي بتخش في بعض التركيبات الأدوية بس بيبقوا حاطينها بنسب معينة، وكمان بتخش في تركيبات صناعة المبيدات بتاعة الأعشاب، في صناعة البلاستيكات، في المنظفات، تخيلوا. طب ايه خطورته على الجلد؟ عشان كده دايما اقول ما تستخدموش زيت الورد، والناس اللي طالعة هنا تتكلم بالهبل على زيت الورد وضفيه على زيت اللوز المر وفتحي بيه المنطقة الحساسة. زيت الورد من اخطر، سوري، مادة الفينول من اخطر الحاجات اللي بتعملها انها مادة حارقة، يعني بتحرق الجلد، بتعمل التهاب مع الاستخدام المتكرر، تبص تلاقي جلدك اتحرق زي ما تفضلت الاستاذة وقالت كلامك صحيح، اخدت زيت الورد وحرق وشي. وفي من السيدة دي كتير جدا، ناس كتيرة جدا استخدموا زيت الورد حرق جسمهم، حرق القبط، حرق الوش. ليه؟ لانه مضاف عليه مادة الفينول. زيت الورد يا جماعة مكلف جدا في استخلاصه، مكلف جدا في صناعته، احنا هنا ما بنقدرش نعمله، مليان عند العطارين مضاف عليه الفينول اللي انا قلت عليه. فالافضل ايه؟ لو هتعرفي تجيبي زيت الورد الاصلي وتبقي ضمناه، ومعظم على فكرة معظم الناس هنا بيقولك معصور عصر على البارد وما فيهوش كيميكالز، كدابين. كل زيت الورد اللي موجود عند العطارين مضاف عليه فينول ومضاف عليه كيميكال. قبل كده كنت طلعت زيت ورد من سنتين وقلت انا شخصيا عن نفسي جايباه من بره مش جايباه من هنا، ممكن في الدول العربية زي مثلا ممكن في الطائف، ممكن معرفش هل عندهم الامكانيات والمقدرة للاجهزة ومصانع اللي فعلا تقدر تستخلص زيت الورد وتعصره عصر بارد وتستخلصه اصلي، الله اعلم. ولكن انا زي ما بقول حذرت من زيت الورد. زيت الورد الاصلي بيفتح، اما زيت الورد اللي بيتباع عند العطارين اللي بيتجاب من المحلات اللي مضاف عليه فينول. انا معرفش ليه لما بقول لكم على حاجه يا جماعه ما تعملوهاش، يا جماعه غلط، بتزعلوا من كلامي زي ما اكون بتعتبروني بهاجمكم. والله انتوا مش بتدوني فلوس، انا بقول لكم اللي عايز ياخد كلامي على عيني وعلى راسي، اللي مش عايز ياخد كلامي ويعمل بيه انتوا حرين، تتحرقوا، تولعوا، تتصبغوا، تتكلفوا، انا ماليش علاقة. انا جاتني ناس عندي في المركز عندها مصايب ومشاكل حروق كتيرة بسبب زيت الورد وبسبب خلطات ووصفات كتيرة غلط على النت، والناس بتاخدها وبتعتمدها. زي ما قلت من كام يوم نزلت فيديو وقلت يا جماعة تساقط الشعر الوراثي والهرموني ما بينفعش معاه الخلطات والوصفات الطبيعية والحلبة والسدر والروزميري والقرنفل والكلام ده كله. أنا واحدة من الناس بستخدم التركيبات دي، بس أنا الحمد لله لا عندي صلع وراثي ولا عندي أمراض وراثية ولا عندي أمراض هرمونية ولا عندي مشاكل تسبب لي تساقط شعر أو تسبب لي. أنا بستخدم الحاجات دي لمجرد أنها تدي حيوية، تدي مظهر صحي لشعري، تساعد. دايما بقول أن الوصفات الطبيعية والحاجات دي من الحاجات المساعدة في صحة الشعر ونمو الشعر، ولكن ليس الأساس. عشان في ناس طلعت كتير زالت قالت لا الروزميري بينبت، الروزميري مش عارفة إيه. لو عندك مرض وراثي وهرموني مش هيعمل اي حاجه. وبالمناسبه اللي في ايدي ده بس عشان ما تطلعوش انت فرحانه بايديك، دي حنه مش تاكلوه، عشان بس الناس اللي بتحب تتدخل في اللي ملهاش فيه.